أشهر قليلة تفصل بريطانيا عن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط وكيفية الخروج. هذا وتتوالى التحذيرات من الآثار السلبية التي ستعود على لندن حال أصرت على الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق. المزيد في سياق هذا التقرير. مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمحدد في نهاية أكتوبر المقبل، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب مجلس العموم على دعم الخروج من التكتل الأوروبي، وطلبهم في الوقت ذاته باحترام نتيجة قرار بلادهم عام 2016 بالانفصال عن التكتل، وهو ما يفرض عليهم مواصلة العمل والوفاء بما وعدوا به مرارا وتكرارا للبريطانيين. رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه لا يزال هناك المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على صفقة البريكسيت مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنب خروج بلاده دون اتفاق. تحذيرات عديدة تلقاها رئيس الوزراء بعد تصريحات أن بلاده ستخرج من التكتل الأوروبي سواء باتفاق أو بدون اتفاق. وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيفقد الشرطة البريطانية إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية. وأضاف المسؤول البريطاني أن هذه الخطوة ستشكل أيضا خطرا مباشرا يتمثل في أن القادمين إلى البلاد قد يكونون مجرمين خطيرين سواء مطلوبين أو طليقين. من جانبها حذرت منظمة بريطانية تمثل قطاع الأغذية في البلاد من أن خروج لندن دون اتفاق قد يتسبب في نقص وخلل كبير في المواد الغذائية ستتعرض له البلاد لعدة أشهر. الاتحاد الأوروبي بدوره أعلن أنه سيفرض على الفور مراقبة جمركية وسيدقق في سلامة الأغذية والمعايير الأوروبية على حدوده مع بريطانيا حال خرجت لندن من التكتل دون التوصل إلى اتفاق. لمزيد من التعليق حول هذا الخبر ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن عبر خدمة سكايب سيد مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني. سيد مصطفى، أرحب بك على إكسترا نيوز. بإصرار رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 من أغسطس القادم، هل ترى أن هذه الأزمة في إطار الحل أم في إطار مزيد من التعقيد؟ هي طبعا في مزيد من التعقيد. احنا ما قدمناش حل، احنا في موقف نحصد عليه حطينا فيه بوريس جونسون من البداية لتحقيق أمله إن هو يبقى رئيس وزارة بريطانيا. هو حقق أمره دلوقتي، إنما إحنا في طريق مسدود لعدة أسباب مش لسبب واحد. يعني مبدئيا هو بيهدد الاتحاد الأوروبي بالخروج بدون اتفاق، ده الورق اللي هو بيلوح بيها دلوقتي، لأن الاتحاد الأوروبي طبعا مصمم إن هو مش هيناقش الاتفاقية اللي وافق عليها مع تريزا ماي، فهو بيهددهم بالورقة دي، احنا هنخرج حتى بدون اتفاق. طبعا دي مغامرة او انتحار خطير، ان الخروج بدون اتفاق دوان معناه ان احنا انفصلنا بدون اي اتفاقات تخص الصحة، تخص التغذية، تخص الامن، تخص العلاقات، مع ان في شركات كتيرة ومؤسسات كتيرة اوريدي عملت حسابها لهذا الموضوع واوريدي خرجت، انما تبقى الدوله نفسها. الدوله احنا النهارده عارفين طبعا ان احنا في جزء من اوروبا، فالتجول داخل اوروبا، التبادل داخل اوروبا، المعاملات التجاريه، الاغذيه اللي احنا بناخدها، لان انجلترا ما هيش دوله منتجه للاغذيه من اوروبا. النهارده الناس ابتدت تقول طب نخزن، طب ما فيش مخازن كتيره علشان تكفي. احنا نفسنا في التنقل دلوقتي، هنقف طوابير، هنقف في طوابير مختلفة عن اللي كنا بنقف فيها. الموبايل فون اللي انا بتكلم فيه دلوقتي دوت كنا بنستخدمه في جميع انحاء اوروبا ده مش هيبقى متاح. العلاج لما كنا بنتجول في اوروبا كان لنا انشورنس في اوروبا بنعالج على اساسه مش هيبقى متاح. المواني المعاملة فيها مش هتبقى سهلة زي ما كانت. طيب سيد مصطفى، أنت تتحدث كتيرة جدا، أنت تتحدث عن التأثيرات التي من الممكن أو أنت تراها وحزب العمال البريطاني يراها أنها سوف تكون سلبية على
بريطانيا حال الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. لكن دعنا نتحدث سياسيا. رئيس الوزراء بوريس جونسون بحسب ما تواترت الأنباء بالأمس يعني قالت أنه ينوي أو ينتوي أن يعني أن يكون هناك أو أن تكون هناك انتخابات عامة في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد، خروج بريطانيا طبعا من الاتحاد الأوروبي. هل أنتم في حزب العمال البريطاني تتوافقون أو ربما تؤيدون هذه الآراء؟ الحدود اللي بين أيرلندا الشمالية والجنوبية اللي حيتم بالنسبة لها، فإحنا قدام موقف نحسد عليه. الحل اللي أنا شايفه دايما توقعاتنا ما شاء الله بتيجي شبه مظبوطة، إن بوريس جونسون يكون حقق الحلم بتاعه وبقى رئيس وزراء في آخر أكتوبر، يفشل في إنه هو يخرج من الاتحاد الأوروبي بسلام، وهنا تتم انتخابات على أساسها يجي حكومة ائتلافية مش من المحافظين. طبعا الليب ديم موقفهم واضح في البقاء، حزب العمال اللي أنا بنتمي إليه اللي كان موقفه متردد أصبح يميل سياسيا للبقاء، فلو الحزبين دول اتفقوا ممكن أن هم يخرجونا من المشكلة دي وتبقى إنجلترا في الاتحاد الأوروبي، ونفضل نتعامل بقى مع المشكلة اللي هتبقى في الشارع البريطاني من المتعصبين اللي هم مصممين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فاحنا في كل الحالات قدامنا مشاكل كثيرة جدا بنواجهها بخصوص هذا الموضوع. نعم السيد مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطانية، شكرا جزيلا لك، حدثنا من العاصمة البريطانية لندن عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا.